رغم قرار الحكومة التونسية بعودة جزئية لنشاط المقاهي والمطاعم وقطاع الخدمات، إلا أن أعباء شهرين من البطالة بسبب الحجر الصحي لا تزال تكبل حياة منير وغيره من العاملين المؤقتين وأصحاب الدخل المحدود. بالنسبة للقوجية، بالنسبة لنا احنا وشهريتنا احنا ما نخلصوا برشا، شهريتنا كل كيكة وبررة. فهمتي، واحد فينا يخلص 470 و500 ما شهرية كل واحدة ريتنا. مش تبقى تعب، ومش تبقى تعب أكثر من 6 شهور، مش تبقى تعب عام كامل، مش كل شهر تخلص. الحكومة التونسية أرفقت قرارات تخفيف الحجر الصحي في القطاعات الحيوية في البلاد ذات القدرة التشغيلية العالية بمحاذير إجرائية تحد من أخطار موجة ثانية للوباء بعد عيد الفطر. مش تكون فما متابعة دقيقة فيما يتعلق بعملية التنقل بين المدن، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق العقوبات على كل من يخالف القرارات هذه. فيما يتعلق بالأشغال نتاع المجلس، تم التركيز أولا على مشروع مرسوم اللي يتعلق بتفعيل الإجراءات اللي تم الإعلان عليها. نجاح الحكومة في مواجهة كورونا وتداعياتها بات مرتبطا وفق متابعين بمدى قدرتها على تهدئة المناخ الاجتماعي المشحون باحتقان شعبي قد يهدد استقرار البلاد في المرحلة المقبلة. كنا ننتظر أن تصدر الحكومة جملة من المراسيم في اتجاه على الأقل في بناء أو وضع اللبنات الأولى لبناء منظومة اقتصادية، تصور جديد للتنمية. وتتوقع الحكومة عودة النشاط الاقتصادي ونسق الحياة العادي بصفة كلية في منتصف يونيو المقبل إذا التزم التونسيون بالإجراءات فيما تبقى من أيام. تفاؤل حذر يسود الشارع التونسي إزاء تراجع أخطار الوباء في البلاد، ولكن بهواجس عيش وأعباء مادية متفاقمة لدى غالبية التونسيين، ولا سيما الفئات الضعيفة الأكثر تضررا بأزمة فيروس كورونا. جلال موانع، الحرة، تونس.